مشاهدي الكرام السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج الطريق الى المجلس. ضيفي لهذه الحلقه الاستاذ الدكتور خالد علي الشمري المرشح عن تحالف حسم الوطني للانتخابات مجلس محافظه 2. مرحبا بك دكتور. مرحبا، هلا استاذ عبد الناصر، حياك الله، نورنا اليوم. اشكرك، نور وجودكم، وانا سعيد جدا اني انا على منبر قناه الموصليه، الله يبارك فيك، قناه الشارع الموصلي، الله يبارك فيك، القناه القريبه على قلوب كل اهالي نينوى. ان شاء الله نسال الله التوفيق لك في مسعاك من اجل خدمه لك في محافظه نينوى في هذه الانتخابات. دكتور، يعني هو سؤال تقليدي لكل اخوتنا المرشحين، ارجو ان تعرف نفسك، رقم التسلسل ورقم القائمه وشيء عن سيرتك الذاتيه، تفضل. الدكتور خالد علي سليمان الشمري، نعم، المرشح عن قائمه الحسم الوطني، نعم، رقم التسلسل 13، أستاذ في جامعة الموصل، نعم، عملت في جامعة الموصل منذ سنة 2006، نعم، إلى يومنا هذا، نعم، وتقلدت مناصب عديدة، نعم، أبرزها كنت مديرا للتصاريح الأمنية في جامعة الموصل، نعم، والآن أنا أستاذ في جامعة الموصل قسم اللغة العربية، نعم، عملت نشاطات متعددة في حقوق الإنسان، في التعايش السلمي، نعم، في قبول الآخر والتقارب، نعم، بين الأديان، وهكذا في أي مؤتمرات في جامعة الموصل كان لي بصمة خاصة فيما تخص الجوانب الإنسانية والتعايش السلمي. فتحت قنوات تواصل بين جامعة الموصل والأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية والمحافظة في جامعة الموصل، وعملت لخدمة أهلي في مناطق ربيعة وغرب نينوى وأهلي في داخل مدينة الموصل، حتى يعني طلاب المحافظات عملت لخدمتهم لسنين عديدة. طيب دكتور، نعم، ليش اختاريت قائمة حسم الوطني من دون القوائم الأخرى؟ يعني أكو قوائم كثيرة، تقريبا 20 تحالف موجود، ليش؟ طبعا أول ما كان يعني حددت منهجي، نعم، و يعني حسمت الأمر بأني أرشح، بحثت عن التأريخ، نعم، التأريخ أني أنا أستاذ جامعي وأقدمت على هذا الأمر، ولكن هل هذا الأمر بالمستقبل له تبعات عليك سمعة أكاديمية وسمعة شاعرية؟ وبحثت عن القوائم، وجدت أن قائمة تحالف الحسم الوطني أقرب القوائم، ولأن نابعة من صميم الموصل، نعم، يعني قائمة التحالف الوطني الحسم الوطني كان يعني متحالف بين قائمتين، الحسم الوطني ونينوى والأهلي. احنا ليش دائما نقول الموصل؟ ليش ما نقول عموم نينوى؟ نينوى نينوى، نعم، يعني دائما الكبيرة نينوى، يعني الموصل كمركز، نعم، ولكن نعم، كخصوصية وكإدارية نينوى بشكل عام. طيب، نعم، لديك جهد في يعني استحصال المدخرة لزملائك الأساتذة والموظفين في جامعة الموصل؟ طبعا هذا السؤال، عن هذا السؤال طريف، وهذا من صلب عملي، نعم، منذ أن تسلمت منصب التصاريح، نعم، الأمنية في جامعة الموصل عملت على إطلاق الرواتب المدخرة. كان هذا الموضوع الأبرز تقصد؟ نعم، أبرز المواضيع اللي هي الرواتب المدخرة، كانت هناك رواتب مدخرة للتصاريح الأمنية جماعة المستشارية، نعم، وعملت على إطلاقها، والحمد لله يعني استلموا، نعم، على شكل قسمين، يعني قسم استلموا القسم، الآن نعمل على توزيعها في الوقت القريب جدا إن شاء الله. إن شاء الله. طيب أيضا لك جهود في يعني محاولة استحصال أو متابعة موضوع أراضي الأساتذة والموظفين في جامعة طبعا الموصل. ب2019 حصلنا عن طريق النائب نايف الشمري، نعم، موافقة وزير البلدية لتخصيص أراضي لمنتسبي جامعة الموصل، نعم، بما فيهم الأساتذة والموظفين، نعم، والتقيت بعدها بالمحافظ، كنت عضو في لجنة الأراضي جامعة الموصل، نعم، والتقيت بالمحافظ نجم الجبوري الرجل وعدنا خيرا، نعم، وبعدها يعني الأمر يعني لم يتيسر العمل به. الآن يعني عهد يعني منتسبين جامعة الموصل وجامعات نينوى بشكل عام، نعم، بأننا سنعمل على استحصال أراضيهم إن كنا في مجلس المحافظة، نعم، وهذا برنامجنا الأساس إن شاء الله. نعم. طيب تقييمك لواقع انتخابات مجلس المحافظة اليوم، كيف تقيم هذا الواقع في ظل وجود 20 كتلة 20 حزب 629 مرشح؟ المواطن كيف راح يختار المرشح الأفضل القوي الأمين المخلص بعد هذه المخاضات العسيرة اللي عاشتها المحافظة؟ أي مواطن عنده رؤية، يعني احنا في زمن الحاضر، أي مواطن أصبح عنده ثقافة محمولة اللي هي الموبايل والفيسبوك والسوشيال ميديا والقنوات التلفزيونية كالموصلية والقنوات الأخرى، المواطن عنده رؤية، بعد ما المرشح يقدم مشروعه إن كان في مشروعه صادقا بالعمل به وأهدافه تكون سامية، المواطن الرؤية أين من أين تنطلق؟ تنطلق فيما فعل هذا المرشح في السنوات السابقة، نعم،
ليس يعني يعني حصيلة اليوم أو سأعمل غدا أو بعد غدا. نعم. طيب الحظوظ هذه العشرين كيان الموجود كيف تقرأها؟ يعني المواطن راح يعرف يختار الشخصية المناسبة، أعضاء مجلس المحافظة القادمين، المواطن كيف راح يختار؟ يعني يمكن إذا أقول لك الحظوظ الأقوى حظوظا تقول مجاملة، يعني ربما جامل القائمة اللي أنا، ولكن الرأي العام والمنتشر بين الناس في طبقاتهم المتعددة هي قائمة الحسم الوطني أقوى القوائم حظوظا في الموصل، لأنها خارجة من رحم المعاناة. طيب ليش الناس يعني تلتقي بي بالشارع بأي مكان؟ نعم. يقول لك والله يعني أنا ما مقتنع، ما أروح على الانتخابات لأن أشوف التغيير ضعيف بطيء ما يلبي طموحي، أريد يعني أشوف عضو مجلس نواب متفاعل مع مشاكلي، عضو مجلس محافظة ميداني بالشارع خدمي يشعر بهمومي، هو ابن المدينة. ليش الناس تشعر بضعف التغيير أو بطئه؟ ليش؟ هذه النظر كانت سابقة أستاذ عبد الناصر، يعني كانت الناس إحباط بس، لكن يعني في الإنجاز اللي حدث في مدينة الموصل في السنتين الأخيرتين يعني بقيادة الأستاذ نجم الجبوري، يعني وما حدث في نينوى من إعمار ومشاريع واستتباب للأمن، أصبح المواطن الموصلي أو النينوائي حافز قوي للذهاب إلى صناديق الاقتراع. هذا الحافز لازم كمرشحين تستثمرون هذا الحافز لتسخيرهم على المرشح الأوفر حظا، الأوفر حظا والأكثر قدرة على الإنجاز ما بعد الفوز. طيب الناخب اليوم يدرك أهمية هذه الانتخابات، يدرك أهمية وجود مجلس محافظة في نينوى بعد غياب سنوات؟ طبعا، يعني بعد الفراغ اللي حصل بعد سنتين 2017 يعني أصبح الناخب أنه لا بد لحقوق نينوى أن تسترد، يعني ورفع الغبن عنها ومتابعة مشاريعها ومتابعة الأمور اللي تخص نينوى، إن كان في بغداد في الحكومة المركزية أو داخل المحافظة. يعني تقصدكم ملفات عالقة يجب ملفات عالقة، يعني ملفات التعويضات، ملفات الصحة، حتى ملفات التعيين، التعيين والتعليم والتربية، هاي ملفات إرادة متابعة على شكل لجان تشكل داخل مجلس المحافظة. طيب اليوم المواطن يشعر بمشاركته وأهمية مشاركته، أهمية صوته في هذه الانتخابات، ممكن هذا الصوت يقلب معادلة، يعني يغير موازين قوة، يدرك هذا حسب شخصية شخصية المرشح الذي يهدف إليه الناخب. يعني إذا كانت قناعة للمواطن بهذا هذا المرشح وما له من إنجازات سابقة وثقة لدى المواطن تجاه المرشح، فيعني هذا راح يكون إقبال واسع. طيب يعني جنابك مرشح يجوك ناخبين أو مواطنين يقول لك تعال أخوي أنت مفتح مكتب ومرشح، شنو برنامجك الانتخابي؟ إيش راح تسوي لنا؟ يسألوك أكو هيك؟ أنا عندي يعني أكو هيك شخصيات طبعاً، راسم خطين، خط إني أنا أذهب إلى المواطنين للوقوف على يعني حاجاتهم احتياجاتهم، والخط الثاني يأتون إلي إلى المكتب، يعني يأتون برؤى متنوعة وأهداف، وأوعدهم ما بعد الفوز. يعني ما عندي يعني الآن لا، الآن أنا لا أمتلك منصبا حتى أوفر للمواطن اللي يريده. أنت عليك تطرح نفسك، أطرح نفسي وأطرح برنامجك وأسجل البرامج وحاجات المواطنين ما بعد الفوز، يعني بعد توفيق الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. طيب على ماذا يعول الناخب؟ على الأستاذ الدكتور خالد الشمري. يعول على المصداقية ويعول على ما فعله خالد الشمري من سنين، من 2005 إلى يومنا هذا، هي اللي خدمة الناس، ويعول على شخصية خالد وعلى تواضع خالد الشمري اللي هي قريبة من الصغير والكبير. طيب إذا أحسننا الاختيار، نعم، بإمكان مجلس المحافظة أن يغير واقعنا، يعني مثلا الواقع الصحي، الواقع التربوي، واقع الشباب، كثير من الملفات بحاجة هذا إلى معالجة. هذا التغيير متوقف على أمر مهم جدا، وهو ذهاب المواطن إلى صناديق الاقتراع لاختيار الأشخاص اللي يعولون عليهم خيرا في خدمتهم ما بعد الفوز. طيب ليش المؤشر على هذه الانتخابات؟ يعني ايش كثير من الشخصيات التقيتها من الاخوه المرشحين يقول لك يعني هذه الانتخابات عشائريه بامتياز، يعني مع احترام لاهلنا وكل الشيوخ العشائر اللي موجوده، لكن ليش يؤشر هذا
على أنه هذه عشائري بامتياز. أحس هذا خطأ. هي النجاح الحقيقي هو الرسم الشمولية في التعامل. نعم. في التعامل أصلا أنا يعني عندي جمهور متنوع. نعم. عندي جمهور في منطقتي. نعم. اللي أصلا مدينة ربيعة مدينة تعايش سلمي. تعيش فيه جميع العشائر. نعم. يعني من مدة 60 سنة. نعم. أكثر من 60 سنة. نعم. متعايشين تعايشا سلميا. نعم. والصلة اللي بينهم هي الجيرة والعشرة العمر. نعم. وثاني شيء هذه تأثر بالعلاقات طبعا تأثر. نعم. ولكن يعني محسوبية ربيعة هي محسوبية مناطقية. نعم. يعني منطقة ربيعة ليست عشائرية. نعم. كناحية. نعم. وكقصبة يعني تقصد. نعم. مو عشائرية بحتة. لا مو عشائرية كقصبة. نعم. مو عشائرية بحتة. نعم. جمهوري الآخر الجمهور اللي داخل مدينة الموصل. نعم. اللي من وجده خالد الشمري يتعامل بشمولية لا ينحاز إلى طرف دون طرف آخر. نعم. وكذلك عندي جمهور الطلبة والأساتذة الجامعيين. نعم. ومنتسبي جامعة الموصل. نعم. طيب اليوم جنابك مرشح تفهم شو يريد الناخب، شنو احتياجات الناخب من خلال هذه اللقاءات، من خلال الزيارات. أنت ابن الموصل، ابن نينوى، بالتأكيد تعيش نفس الهموم، تفهم شو يحتاج أستاذ عبد الناصر. نعم. عفو. يعني أنا بعد فهمي. نعم. لحاجات. نعم. المواطن، ولأن أنا خارج من رحم المعاناة. نعم. أنا من طبقة متوسطة. نعم. وعملت أعمالا في أيام دراستي الإعدادية. نعم. والجامعية. نعم. ولذلك أحس ما يحس بي المواطن. نعم. الفقير والمتوسط. نعم. وآخر. نعم. ولذلك يعني هذا الفهم هو اللي خلاني أقدم إلى الترشيح للانتخابات. طيب اللي ما يعرف الدكتور خالد. نعم. شون يعرف على يتعرف على السيرة الذاتية للدكتور خالد، منجزات الدكتور خالد، إيش قدم الدكتور خالد، شو يريد يقدم إذا كان أكو إن شاء الله فضل. طبعا أنا من منبركم من منبر الموصلية، هو المنبر أكثر انتشارا في نينوى. نعم. يعني أوجه رسالتي لأهلي في نينوى. نعم. أنهم يختارون الشخصية اللي تتعامل تعامل شمولي مع الجميع بلا مجاملة. بلا مجاملة. نعم. طبعا. نعم. وأكو دائما إذا تريد تسأل عن شخص اسأله. نعم. عن سكنه. نعم. ومجال عمله. نعم. يعني الجامعة مفتوحة على مصراعيها، أنا عملت في خدمة جامعة الموصل. نعم. صغيرهم وكبيرهم حتى الطلبة، والمنطقة اللي البيئة اللي أنا نشأت فيها هي منطقتي، منطقة ربيعة والمنطقة الطيران. نعم. هذا اللي يحب يسأل عن دكتور خالد، إنما أهداف دكتور خالد أهداف سامية اللي هي خدمة أهالي نينوى بشكل عام. طيب كيف تتجنب إحنا كنخب ثقافية، كمرشحين، كأساتذة جامعات، كرجال دين، نحاول أنه نجنب الناس المواطن الكريم العزوف عن الانتخابات؟ كيف نطعي أو نعطي جرعة أمل لهؤلاء الناس أنهم يشاركون بقوة؟ طبعا أحكي لك أساتذة جامعين أو كنخب مثقفة في مجالات متنوعة. هذا الشخص المثقف يعني لديه رؤية واسعة ولديه تطلع ولديه يعني تاريخ سجل الماضي لكل شخصية. إذا بنى على ما سلف من الأعمال وما سينجز في المستقبل. نعم. فلازم يختار الشخصية اللي عملت سابقا. نعم. وأقسمت أنها ستخدم مستقبلا. نعم. نعم. طيب دكتور يعني أنا أقف جانبا والله المتفرج كان. نعم. لما قاعد بملعب كرة قدم أو ملعب كرة السلة ما أشارك مشاركة فعلية وأتجنب أحاول يعني أن أهدر صوتي وصوت غيري وتروح هباء، وهذه خسارة للمحافظة، للمدينة، لكثير من الشخصيات اللي نعول عليها أنه راح تكون خير سند في مجلس المحافظة القادم. نعم. هؤلاء اللي دائما أغلبية صامتة متجنبين المشاركة الفعلية تشوفهم يعني مبتعدين عن هذا المجال، شنو نصيحتك؟ أنصحهم يعني دائما أنصحهم هو الذهاب إلى صناديق الاقتراع. نعم. لأن الصوت إذا ما راح هو صوت راح يعطي فرصة للفاسد بالصعود. نعم. حتى وإن كان في أعداد قليلة من. نعم. الناخبين. نعم. وهذا سد فراغ. نعم. وبالتالي راح يتضرر المتضرر الوحيد هو المواطن. والتغيير السليم يجي عن طريق صناديق الاقتراع. صناديق الاقتراع. يعني ديمقراطية. نعم. أمامك 629 مرشح. نعم. أمامك خيارات عديدة، لكن أنت أدرس الشخصية اللي تشعر أنه ممكن يكون خير عون وسند لهذه المحافظة واختاروا بعناية، وأنت بكابينة ما حد يشوفك بس رب العالمين. بس رب العالمين. فأنت اختار، هذه أمانة. طبعا يعني هو يعني دائما أنا دائما ثقف مواطنين وثقف أهلنا أن الابتعاد عن المجاملة. نعم.
والابتعاد عن العاطفة. نعم. ولا تحرق صوتك. نعم. تنطي لأشخاص هذه الأصوات تروح القائمة ومرشحك راح يحترم. زين احنا شعب عاطفي شو احنا نتعامل يعني؟ لا لا احنا شعب ما شاء الله خير وبركة. نعم. بس نبعد دائما نبعد العاطفة عن ونستخدم العقل العقلانية. انك انت تتجنب هذا ابن عشيرتي. نعم. لازم اللي انتخبه او هذا ابن عمي ان فاز او ما فاز. نعم. وتختار الاختيار الصحيح، تختار الاكثر نفعا. نعم. والاوفر حظا والاكثر نفعا ما بعد الفوز. طيب دكتور، كل كتلة كيان مرشح في هذه الانتخابات لديه برنامج انتخابي، البرنامج الانتخابي الخاص بالاستاذ الدكتور خالد علي الشمري. نعم. شو يتضمن؟ مختلف عن المرشحين الاخرين ام نفس السياقات؟ طبعا البرنامج كأستاذ جامعي وكمن بيئة بسيطة، يعني بسيطة. نعم. من واقع اجتماعي عانى ما عانى نفس المعاناة، يشمل المزيد. نعم. من الأطياف نينوى. نعم. يعني الهدف السامي هو خدمة الجميع. نعم. وثاني شيء تنشيط القطاعات المختلفة. نعم. قطاع التعليم، قطاع الصحة، وقطاع البلديات الخدمية والكهرباء، ملفات الكهرباء. قطاع الشباب وين؟ قطاع الشباب والرياضة. نعم. طبعا أنا دعم الشباب والرياضة. نعم. قبل شهر التقيت بوزير الشباب والرياضة واستحصلت على دعم مالي النادي الموصل. نعم. وعلى إعادة إعمار نادي ربيعة. نعم. يعني هذا للأمانة. طيب يعني. نعم. مو الشباب مو بس رياضة. نعم. تعرف أكو ناس مهتمة بالعلميات، ناس مهتمة بالصناعة. تعرف العفو أكو خريجين كثر وأنت أستاذ جامعي وتعرف. صح. بالآلاف يتخرجون سنويا وبلا عمل أغلبهم، أكو عاطلين أيضا يعني بدون شهادات. هؤلاء كيف نوظف قدراتهم، نستفيد من عطاء الشباب، من هذا الحماس الشبابي حتى تكون عندنا مدينة متكاملة؟ القطاع الخاص وين؟ أستاذ العزيز، هي الشباب يعني قسمين، قسم لديه شهادات. نعم. وخريجين، وقسم يعني. نعم. لا يمتلك الشهادة. نعم. أنت بدورك كمؤتمن كسياسي. نعم. أو كشخصية. نعم. يضعون ثقتهم بك. نعم. أن تأتي بالحلول للشريحتين. نعم. شريحة الخريجين تعمل على تعيينهم والمطالبة بتعييناتهم، استحصال يا دكتور استحصال حقوقهم. نعم. نعم، استحصال حقوقهم يعني عن طريق التنوع، التنوع الوظيفي. نعم. الثاني شيء العاطلين عن العمل أو الذين لا يملكون شهادات، أكو القطاع الخاص. نعم. حتى يستفاد منه، يستفاد الذي لا يمتلك شهادة والذي يمتلك شهادة. نعم. هو تفعيل القطاع الخاص بضمانات، يعني لازم الدولة تقف على ضوابط وضمانات تحتم على هذا القطاع بالمحافظة على حقوق هذا المواطن. نعم. يعني كالضمان الصحي. نعم. أو الضمان الاجتماعي ما بعد. نعم. أي نعم. طيب يعني تعرف القطاع الخاص ظهير قوي للصناعة الوطنية في كل المجالات. نعم. هذا القطاع قبل أيام دولة رئيس الوزراء طرح أنه يجب أن يفعل، وأكو إجراءات إن شاء الله لتفعيل هذا. إذا تم مثلا إنشاء مصانع متنوعة في محافظتنا راح تستوعب طاقات كبيرة، خريجين أو غير خريجين، وممكن تصير عندنا صناعة وطنية نعتمد عليها ونكون شعب منتج بدلا من أن نكون شعب مستهلك. يعني هذا ما نحتاجه بالأيام القادمة. أستاذ العزيز، إحنا ما نختلف عن الدول المجاورة للعراق. نعم. يعني الدول كتركيا أو الخليج أو. نعم. حتى إيران معتمدة على القطاع الخاص. نعم. اعتماد. نعم. قوي جدا. نعم. يعني أنا يعني أثناء سفري إلى الخليج. نعم. يعني التقيت بمواطنين يعني متوظفين بالقطاع الخاص. نعم. ولهم امتيازات القطاع الحكومي. نعم. تركيا كذلك وإيران كذلك. نعم. لذلك يعني دول تنتهض بالمنتجات والصناعات. نعم. والشعب ما له، يعني نعطي نسبة 60% مكتفي. نعم. يعني احنا بالعراق لا، اعتمادنا فقط على القطاع الحكومي اللي يعتمد على اقتصادنا ريعين بيع النفط، اقتصادنا على النفط فقط. نعم. نعم. حتى الزراعة يعني. نعم. كان يعني وارداتها اصبحت يعني نتحدث عن جدا. الزراعة بعد الفاصل اذا سمحت. ان شاء الله. ان شاء الله. مش هذا كلام فاصل قصير ثم نعود. هذا كلام علي بكم جديد دكتور، رحب بك مرة أخرى في الطريق إلى المجلس. دكتور، الاستثمار أيضا غايب عن محافظة نينوى. نعم. شوفوا غير فعال، يعني المدينة بحاجة إلى شخصيات تجي لديها مال ممكن
يعني تعمر لنا، تفتح لنا مصانع، تفتح لنا مجالات عديدة في الزراعة، بالصناعة، حتى القطاع الرياضي، قطاعات كثيرة. ليش الاستثمار عندنا غايب؟ مع العلم عندنا استقرار أمني الحمد لله وحياة طبيعية. هو هذا اللي راح أحكي لك عليه. طبعا أساس نجاح كل المجتمعات هو الأمن، استقرار الأمن والحرص على الأمن، يعني يجذب لك المستثمرين كبيئة جاذبة. نعم. بيئة جاذبة. أنا لاحظت يعني أثناء نزوحي إلى إقليم كردستان الاهتمام بالجانب الأمني كان قوي جدا، مما يعني دعا الشركات إلى الاستثمار في الإقليم. الموصل الآن تنعم بالأمان. الموصل يعني يمكن أصبحت من أوائل المدن المحافظات العراقية التي تنعم بالأمان بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل القوات الأمنية وكذلك مساندة الشعب لهم. الآن يعني الاستثمار لازم يكون له دراسة واسعة بدون يعني تقديم بعض يعني التسهيلات، التخفيف من القيود، تخفيف من القيود. ولازم يكون الاستثمار مجالات متنوعة، يعني لا ينحصر الاستثمار فقط على السكن. نعم. يعني خلي يكون الاستثمار بالصناعات، خلي يكون الاستثمار بالطاقات، يعني الطاقات الكهربائية، الطاقات النفطية، الطاقات الأخرى. مصانع اللي تحتاجها الناس. مصانع يعني دائما. خلي يكون الاستثمار حتى في يعني المولات، يعني المدن السياحية التاريخية، عندك غابات الموصل. يعني من أجمل المعالم العراق، لكن لم تستثمر استثمارا حقيقيا، مجرد يعني محصورة في كازينوهات. عندنا دكتور آثار، يعني ممكن الآثار يدرنا الآثار، عندنا مناطق سياحية حتى بالقرى، عندنا النهر، نهر دجلة، عندنا يعني ضفاف النهر، عندنا يعني عندنا مناطق، حتى استثمار الزراعي، استثمار الطاقة البديلة، استثمار تحويل النفايات إلى طاقة. يعني عندنا التمر الصحي اللي موجود في ربيعة، بداية في ربيعة. التمر الصحي هو السم القاتل لأهالي ربيعة، يعني يومية بعد المغرب يعني يهجم هجوم كاسح على المدينة. كرائحة. الحلول كانت يعني قدمة، حتى يعني التقت منظمة مع الشيخ شمر الياور وفيصل جزاه الله خير على أن يقام مصنع لتحويل هذه النفايات إلى طاقة، أو إعادة تدويرها من جديد. طيب يعني عندك حمام العليل، يعني منطقة سياحية جميلة. وعلاجية. صح. هذه إذا بنى بها عن طريق مستثمرين أكبر فنادق، يعني غازينوات، كافتريات. نعم. ممكن ترعى على البلد. صح. وعلى المدينة وعلى الشباب اللي يعمل بها مبالغ كبيرة وتنتعش يعني العجلة الاقتصادية. إذا الملف الاستثمار من أهم الملفات. نعم. اللي تقع. نعم. على عاتق مجلس المحافظة الجديد لإنجازها. طيب مجلس المحافظة الجديد على ذكر. نعم. المجلس يحتاج وجوه شبابية أكيد جديدة. أكيد أساس. نعم. كل نهضة هي الشباب. نعم. ليش الشباب؟ الشباب يعني عنده طاقة. نعم. الشباب. نعم. يعني خلي تكون موازنة. نعم. بين الشباب وبين يعني الأجيال الأخرى. نعم. نعم. يعني الشاب عنده طاقة. نعم. والأجيال الأخرى عنده. نعم. يعني فكر، والشاب عنده طاقة وفكر. نعم. لذلك يعمل تعمل دائما. والشباب الآن ملاصق للشارع. نعم. ملاصق للشارع، ملاصق للناس. نعم. ملاصق للحاجيات، هم بس بحاجة إلى توظيف قدراتهم، واستفادة من هذا، وإعطاهم الفرصة والثقة. طيب اليوم الناخب هو اللاعب الأساسي في هذه العملية الانتخابية. نعم. اللي بقالها كم يوم إن شاء الله. إن شاء الله. في حال عدم مشاركة الكثير من الناخبين، لا يلوم مجلس المحافظة القادم أنه ما قدم له شيء، العفو بسوء الخدمات أو في كل المجالات. ليش؟ لأنه هو قاطع، فما من حقه يتحدث. صح. طبعاً أنت إذا شاركت واختاريت. نعم. العفو إذا سمحت. إذا شاركت واختاريت صحيح راح الأمور تختلف عندك، أما إذا ما شاركت لا، راح ترجع نفس العجلة الدور وأنت تظل تعبان. أبو محمد العفو. نعم. أهل موصل مرة مراحل عديدة. نعم. وضاقوا أمرين. نعم. الأول الأمر أول معاناة عدم ذهاب أغلبهم إلى صناديق. نعم. الاقتراع. نعم. والثاني كان المرارة القاسية جدا هي الفلتان الأمني. نعم. واضح؟ نعم. ولذلك يعني اللي أسأل الآن يعني قبل سنتين أاو بعد تحرير الموصل الحمد لله. نعم. بسواعد الأبطال من قواتنا المسلحة في جميع صنوفها، الموصل نعمت في الأمان. الآن على أهل الموصل أن ينعموا بنعمة أخرى هي اختيارهم لممثلين في مجلس المحافظة، حتى حقوقهم لا تروح. نعم.
انت شلون تطالب بحقوقك وانت ما انطيت صوتك ولا انا صعدت؟ نعم. شلون اقدر افيدك؟ نعم. طيب يعني جنابك استاذ دكتور في نعم. جامعه الموصل، كيف تقيم الواقع التعليمي بالجامعه، الواقع التربوي بالمدارس، نينو استحتاج من المدارس في المرحله القادمه؟ طبعا الجامعات حققت يعني انجاز، والجامعات يعني متكامله نوعا ما. نعم. ولكن الخلل هنا الان ما وجدناه في المدارس. نعم. وما يمكن انتم كقناه الموصليه وقفتوا على مشاكل عديده. نعم. هي مشاكل التسويه. نعم. نقص الملاكات. نعم. نعم. يعني اكو مدارس يعني بالاطراف وداخل الموصل، داخل الموصل. نعم. مهدده بالانطلاق. العفو بالسيد معاون مدير عام التربيه يقول. نعم. سبب النقص انه كان عندنا طلع 800 متقاعد من الاساتذه، والشباب اللي كانوا يعني هذا. نعم. يجب ان يعوضون اللي هي المساله يعني اللي انا اذا صرت رئيس لجنه التربيه بعد توفيق الله وفزت ان شاء الله ان شاء الله اعاده التسويه، تسويه الملاكات. نعم. تسويه الملاكات اقف على كل مدرسه. نعم. ما لها وما عليها. نعم. ان كان فائضا فاحوله الى غير مدرسه. نعم. يعني اكو مدارس بربيعه مهدده بالانغلاق، حتى البعض فقط مدير من الكوادر يرفض الذهاب الى القضيه والنواحي والقرى. انا يعني انا لعدم وجود العفو سكن السكن. يعني خدمات ضعيفه، فتشوفه يتوسط في اي مكان على مود يبقى في داخل مدينه الموصل او قريب من مدينه الموصل حتى لا يذهب الى القرى. مع العلم يعني العلاقات بالقرى انا من خلال متابعتي وعندي اصدقاء كثير، العلاقات اقوى ويبقى اهل القريه طلاب كبار السن يبقون يذكرون الأستاذ الفلاني. صح. والعلاقات تمتد إلى سنوات طويلة لأنه صاحب فضل درس أبنائهم ووقف معهم. أستاذ عبد الناصر، أنا أساس انطلاقتي معلمة مصلاوية من الموصل. نعم. اسمها ستي سراج. لا زلت أتذكرها. أتذكرها وبحثت عنها ذاك اليوم، قالوا يم مركز شرطة النصر ابتدائي. نعم. رحت لهذيك المدرسة. نعم. إيه. واستاذ الاخر ما اعرف اذا كان عايش او ميت، استاذ مزاحم. نعم. يعني هذول هذول منين؟ من الموصل. نعم. يعني كنا متعايشين. نعم. كانوا يعطونا العلم على اوجه. نعم. وكذلك يعني استمر الفضل اهل الموصل علي حتى. نعم. في دراستي الجامعيه. نعم. يعني اساتذتي من اهل الموصل احتضنوني على صفات يعني هم وجدوا حبوها بشخصيه خالد، كنت. نعم. خالد مو. نعم. ليس دكتور ولا. نعم. وبالماجستير والدكتوراه. نعم. اذا الناس مكملين لبعض المجتمعات. نعم. يعني أبو الداخل من يروح للأطراف يتفضل عليهم إعطاهم العلم. نعم. أو الأطراف من يجيب الحاجة. نعم. أو يبيع بسوق الموصل. نعم. أو ينجز داخل الموصل أيضا متفضل. متفضل طبعا. نعم. لذلك العملية مشتركة. الشاعر يقول الناس للناس من بدو ومن حضري. نعم. بعضهم لبعض لم يشعروا خدمه. طيب. إذا الناس مكملة لبعضها. طيب أنت ابن ربيعة. نعم. ناخذها مثالا. نعم. ايش تحتاج ربيعة، القرى التابعة لربيعة، من خدمات؟ الواقع الزراعي متعب، يعني ربيعة بحاجة مثلا إلى أيضا مدارس، بحاجة إلى مصنع مثلا لتعليب المعجون. المعجون. نعم. 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 يعني كثير من الاحتياجات تحتاج. طبعا ناخذك مثالا أنطيك خط. نعم. ربيعة اللي. نعم. هي ربيعة جانبين، جانب الزراعي وجانب المنفذ الحدودي. نعم. لأن ربيعة. نعم. هي الواجهة. نعم. على الحدود. نعم. وكذلك ربيعة تحتاج إلى مدارس. نعم. يعني عادة أكو مدارس تحتاج إلى ترميم. نعم. أكو قرى أو مناطق. نعم. ليس فيها مدارس. نعم. يعني القرية تبعد عن القرية الفلانية 3 كيلوات أو 4. نعم. الأطفال بالشتاء أو بالحر يروحون. نعم. مشي. نعم. تحتاج إلى خدمات التبليط. موجودة شركة. نعم. كانت يعني هناك أكو تلكؤ بعض الشيء، الآن يعني زاولت العمل. قطع الكهرباء يعني بربيعة ربما يعني نوعا ما تحسن. كانت تعاني من مشكلة الماء. نعم. يعني هالي ربيعة القرى ربيعة كانوا. نعم. يشترون تانك الماء ب 15 إلى 20. نعم. ألف 12 ألف. الآن هناك مشروع يعني استحصلوا النائب نايف الشمري. نعم. اللي هي مشروع عوينات 55. نعم. قرية. نعم. الآن بدأ العمل في هذا المشروع. جميل. السيدين يعني بدأ العمل، هم جزاه الله خير. نعم. النائب نايف. نعم. استحصل. نعم. موافقاته. المحافظة كان لا يعني المحافظة السابقة كان لها بصمة يعني في ربيعة، ولكن يعني كل منطقة تحتاج إلى جوانب متعددة. بعد الفوز إن شاء الله نعرض خدمات يعني مواطنين وأهلنا.
والسلطة المحلية فينا، وأنا أكيد ما راح أتقصر إن شاء الله. أكيد تتعامل معكم. طيب ما تحتاج يعني مستشفى ربيعة يمكن؟ مستشفى ربيعة الحمد لله اكتمل، وراح يعني عن قريب جدا يعني ندعو القناة الموصلية إن أول قناة إن شاء الله تقوم بتغطية إن شاء الله. إن شاء الله. طيب القرى ما تحتاج مراكز صحية؟ تعرف يعني طبعا الملف الصحي هو ملف عام كل نينوى. الملف الصحي خلينا نكون واقعيين، يعني المراكز تخلو من الأدوية. نعم. وربيعة كانت يعني قبل لحدث يعني قبل ما تفتتح المدرسة العفو المستشفى. نعم. يعني ما في ما ما يوجد بها طوارئ. نعم. شعب الطوارئ. نعم. الأدوية قليلة جدا، شحيحة. نعم. شحيحة. نعم. اختصاصات قليلة. نعم. معنى المدينة يعني من 75 قرية. نعم. تعداد سكانة فوق 100,000 إلى أكثر ما شاء الله، ولكن إن شاء الله يعني بعد افتتاح ما ممكن تصير قضاء وفق هذه. والله سعينا يعني سعى قلت لك يعني هم دائما كانوا الواجهة لمنطقة ربيعة اللي هم شيوخ الشيخ عبد الله الياور والشيخ شمر الياور بقية الشيوخ جزاهم الله خير، سعوا إلى إقامة القضاء في ربيعة. نعم. ورفع الأمر إلى المجلس السابق. نعم. ولكن يعني تفلش المجلس قبله. نعم. سنسعى إن شاء الله جاهدين. نعم. بعد يعني إرادة تحريك هذا الملف. سنسعى لتحريك هذا الملف. نعم. واللي هو ملف مهم جدا. طيب الدكتور خالد اليوم مرشح، كيف يقنع الناخب بهذا البرنامج بهذه الطروحات وينطي صوته إلى دكتور خالد من خلال الحملة الانتخابية اللي يقودها؟ طبعا أبو محمد أنا دائما الناخب أروح على الناخب اللي يعرف دكتور خالد. نعم. وعنده خلفية عن شخصية. نعم. دكتور خالد. نعم. ورسالتي كانت عن طريق تصل حتى اللي ما يعرفون دكتور خالد، تصل عن طريق أبنائهم الطلبة. نعم. مواقف دكتور خالد معاهم. نعم. مواقف ودكتور خالد يعني من عائلة يعني قلت لك عائلة تعمل من طبقة وسطى تعمل. نعم. على خدمة الناس. نعم. يعني أنا يعني نذرت نفسي لخدمة الناس. نعم. لذلك ما تهاون ولا توارى عن خدمة الناس، وكان هدفي الأساس أول انطلاقة أفوز لأخدم لا لأسيب إن شاء الله، هذا الهدف. طيب السابق. دكتور كثير من القوائم تطرح شعارات ومن حقها. نعم. شعارات رنانة، والمواطن يقتنع بهذه الشعارات أم لديه مثلا هدف معين ممكن أنه يكون هدفه المستقبلي ويختار شخصية من القائمة اللي عينه عليها؟ طبعا المواطن دائما عنده رؤية واضحة. نعم. يعني انت شلون تدغدغ مشاعر المواطن؟ نعم. عندما تكون قريب جدا من المواطن. نعم. لذلك شعاراتك دائما لازم تكون عن حاجة هذا المواطن. نعم. حاجة الشريحة السواد الأعظم من المواطنين. نعم. يعني دائما كان يعني صار الحديث في الموسم قبل سنتين. نعم. عن تدخل يعني أهالي يعني غير أهالي نينوى في مصير نينوى وجهات تتدخل كذا، لذلك كان الانطلاق الشعار ما الحسم الوطني، حسم القرار لتصحيح المسار. نعم. تصحيح المسار شنو؟ أنك أنت تتحمل مسؤولية هذه المدينة. نعم. ومسؤولية أهلها. نقل قبل ما جنابك أنت والقائمة. نعم. الناخب هو من يتحمل، إذا تعاون واستطاع أن يفرز الشخصيات اللي ممكن تمثله بشكل صحيح بالمجلس راح يتغير المسار بالتأكيد. طبعا أكيد. نعم. يعني هذا واضح جدا. نعم. طيب الوعي لدى المواطن اليوم أو الناخب تطور عما كان عليه في السابق؟ والله الوعي راقي جدا الآن. أنا يعني تكلم في كلام سابق أن كل مواطن. نعم. أصبحت عنده رؤية. نعم. عن طريق يعني الاستخدام للفيسبوك والسوشيال ميديا. نعم. وقنوات الفضائية، لذلك يعني أسعى ماكو مواطن مغمض. نعم. حتى من تطرح له الرؤية عنده تفاصيل برنامجك. نعم. يناقشك. يناقشك حتى إذا عندك إذا أكو كلام مكرر يقول هذا الكلام مكرر. نعم. يعني أسأل المواطن أصبحت عنده رؤية. نعم. وعنده تقييم. نعم. يعني التقييم هو الأساس. نعم. مو تعرف يعني أنت تلتقي مع الناس وتصل رسالتك أنه تقنعهم أنه أنت راح تحمل هذا الهم، تحمل هاي الأمانة وتكون خير ممثل لهم في مجلس المحافظة القادم، يمكن الكثير يقتنع بهذه الطروحات وهو محتاج أنه شخص يحمل هذه الأمانة وممكن يقدم شيء. أستاذ عبد الناصر، المواطن الآن بحاجة إلى إذا أراد الدكتور خالد أو غير دكتور. نعم. خالد عندما يحتاجه يراه. نعم. أمامه. نعم. قريب منه. نعم. الناس صار عنده ملل من الرسميات والروتينيات
وتسجل موعد و... لذلك يعني أساس الفوز أساس ملت الوعود الناس أساس الفوز بقلوب الناس أنك تكون دائما بينهم أن تكون قريب منهم لمعاناتهم. يعني المشاكل إذا جتك على شكل حزمة واحدة صعب عليك الحل، ولكن إذا أنت تقف على مشكلة 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 حتى فرادا، حتى إذا عالج المشكلة نصها ونص وربع هذه ونص هذه وربع هذه، والحصيلة أنك حققت شيء. ولكن إذا جتك حزمة واحدة تكون ثقيلة وصعبة جدا. طيب دكتور، شوف أكو تفاعل مع هذه الانتخابات، يعني إحنا أهلنا بالقرى والأرياف الأقضية النواحي دائما يعني ابن العشيرة مؤشر عليه أنه تختاروا العشيرة يكون ممثلهم كمناطق يعني، لكن مركز مدينة الموصل أكثر من انتخابات كان أكو شبه مقاطعة، مقاطعة أغلبية صامتة. ماذا عن هذه الانتخابات؟ ترى نفس الموضوع؟ طبعا احنا عملنا جادين على هذا الأمر. نعم. يعني الوسط يعني خاصة الموصل مقسم على أحياء. نعم. يعني أكو أحياء الشعبية وأحياء عند تدخل إلى هذه الأحياء، أحياء الموصل لازم يعني توضح قبل ما تدخل على هذه الأحياء أكو رؤية وأكو يعني أشخاص يعرفون هذا الشخص، يعني حتى إذا عندك 60% يعرفونك وعندهم انطباع على عملك وعلى مكان وقعك وعلى إنجازاتك، هذا 60% راح تساهم بإقناع البقية وتوصل رسالة، يصعد هذا يصعد طبعا يصعد. إنما إذا جيت على مجتمع مو فهم وأنا أفعل كذا وأعمل كذا، احتمال يعني طبعا العرف الاجتماعي الشرقي أنه يستقبل الضيف يستقبل الضيف كذا وإن شاء الله خير وإن شاء الله كذا، ولكن إذا أكو رؤية داخل الشخص اللي أنت تجي لا يعني ما تخرج إلا أنت 80-90% من الاستحسان المواطنين. طيب البرامج الانتخابية اليوم لكل المرشحين مهمة تشوفها، المواطن مو يريد برنامج واضح حتى يقتنع بشخصية الأستاذ الدكتور خالد كمرشح قادم وممكن عضو مجلس قادم في طبعا دائما يعني الأهداف العميقة للدكتور خالد أتحفظ بها يعني إلى ساعات أو إلى أوقات يعني تكون قريبة جدا. إنما البرنامج الانتخابي لأي شخص يعني يذهب إلى كحضر مؤتمر أو كحضر مندو أو إلى دعوة من بعض الأشخاص للتعرف على هذه الشخصية، لازم يعني هذا الشخص لازم يكون ينطي الأذن الصاغية ماذا يريد منه هذا الشخص، وتكون إجابته دقيقة، يسمع الجميع يسمع للجميع وتكون إجابته دقيقة دون التسقيط من الأشخاص الآخرين. طيب يعني أنا حرصت دائما على عدم التسقيط في المرشحين الآخرين. هذه الوعود ليش أطلقها وأني مو موقع مسؤولية؟ ليش أنطي الناس هذه الوعود وبعدين أطلع ما أقدر أحقق شيء؟ مو هذه هي أحد أسباب اللي يعني الإخفاق يعني عند المواطن. نعم. أنا من أعطي وعد قبل ما أعطي وعد أنا عد العدة. نعم. وفاهم البرنامج. نعم. وفاهم الضوابط حتى وصلاحيات. نعم. عضو مجلس المحافظة. نعم. وعضو مجلس النواب. نعم. أنا من أعطي يعني عهود للناس إني أعمل كذا أعرف واجباتي وصلاحياتي أعرف صلاحياتي وواجباتي وأعرف وين أصل. نعم. يعني أسعى أنا كثير أسعى هذا الموبايل مالي. نعم. مليان من الصور مع الشخصيات. نعم. مع وزراء. نعم. مع كذا، بس أنا ما أقدر أنشره. نعم. ليش؟ لأن المواطن من يعني أثناء الشاشة التلفزيونية أو أثناء النشرة الفيسبوك من شوف صورتك مع شخصية معينة. نعم. راح تدفع الحاجة أن يجيك. نعم. أريد مثلا مقابل مع الوزير فلان طبعا. نعم. صاحب الحاجة. نعم. إيه أنا أستحي يعني راح أقول له والله أنا بس صورت معه صورة بمؤتمر أو التقيت بمطار أو صورته ما يصدق أو التقيت اليوم بفلان والوزير وناقشنا. نعم. لا هذا خطأ. نعم. أنا إذا أتكلم عن التقيت مع أستاذ عبد الناصر. نعم. وصارت علاقي معه طيبة. نعم. وصار بيناتنا أني أطرح يا أستاذ عبد الناصر. نعم. عندي جمهور بعض مرات أكو حاجات أكيد. يعني تتقبل مني. نعم. ذاك الوقت إذا قلت لي تدلل وإن شاء الله خير ما خلي قصرة، ذاك الوقت إذا جاني فلان سين من الناس على لقاء أستاذ عبد الناصر أرفع التلفون يا أستاذ عبد الناصر أكو شخص كذا 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 يلتقي بيك. نعم. تقدر تسوي شيء أقدر أكون صادق. نعم. ولكن يعني هذا الأمر إذا تكلم فوق طاقتي لا هذا هو يعني الناس تحتاج عذرا للصادق في طبعا الصادق هذه الانتخابات. أستأذنك بفاصل بعد هذا مش هذه كلام فاصل قصير ثم نعود.
مشاهدي الكرام اهلا بكم من جديد. دكتور خالد نرحب بك مره اخرى في الطريق للمجلس. دكتور اليوم الناخب يدرك اهميه صوته في تغيير واقع المدينه، يدرك اهميه وجود مجلس محافظه بعد غياب لسنوات عن المدينه، ممكن يغير واقع هذه المدينه، يدافع عن حقوقها، يستحصل هذه الحقوق، بابه مفتوح امام الناس، حل مشاكلهم. طبعا اكيد يدرك المواطن، لان ما التمسه المواطن ما بعد التحرير من داعش وما عاشه من انتعاش في المجال الامني والاستحسان التدريجي في المجال الخدمي والمشاريع الموجوده، يعني حاليا صار عند المواطن نوع من الامل في ان تكون الموصل يعني نموذج راقي عند محافظات العراق الاخرى. ولذلك ما التمسناه في الصحف الإعلامية مع المحافظات الأخرى يشيدون دائما فيما يجري بالموصل من إعمار، من أمان، من ولذلك الموصل تحتاج الآن إلى أكثر في مجال السياحة لاستقطاب يعني أهالينا في جنوب الموصل. عندما جاءونا يعني جزاهم الله خير محررين ساعدونا في التحرير من بطش داعش، وإلى الآن ندعوهم إلى أن يأتون زائرين وسياح في ضيوف عند أهلهم وناسهم في الموصل. طيب دكتور، المجلس اليوم يعني شوفوا ذات أهمية وجوده حتى يغير مسارات سياسية، يغير واقع مدينة، يغير هاي التوجهات اللي موجودة كانت سابقا. هذا الكلام يعني عين الصواب، يعني سؤال دقيق جدا. المجلس راح ينبثق من المجلس انتخاب محافظ ونائبي وكذلك مدراء الدوائر عن طريق المجلس، وتكون جهة رقابية على كل هذه الدوائر والرئاسات الموجودة في النينا. وتعرف يعني احنا يعني ملينا من الموظف او المسؤول المكتبي. الناس تريد تشوف دكتور خالد بالشارع يتابع مشاريع، يتابع اعمار، اكو مشاريع متلكة، ليش يحاسب رئيس لجنة فعال يتحرك مع مشاكل الناس، مع هموم الناس، يتفاعل معها، يروح يزور القرى، الأقضية، النواحي، يشوف معاناة الناس حتى يقولون احنا صوتنا ما راح هدر او هباء. الناس تريد هكذا شخصيات. استاذ انا يعني اشيد بك انك تقرا الافكار، يعني صراحة هدفي صراحة يعني انا قلت لك يعني قبل قليل اني يعني افوز لا لاسيد ولكن لاخدم. الخدمة اين تقع؟ الخدمة اللي انا انزل اذا حسب الاختصاص اللي راح يوكل لي في المجلس. انا انزل مع الناس، انزل مع الجهات اللي تخدم الناس. ان كان في مجال حتى مستعد البس البردسون العمل وانزل مع الناس. هذا مو عيب. لا انا مو عيب. لا انا مو عيب. انا يعني انا خذيت امانه وخذيت عهد اني اصير تنتخبوني حتى اخذ. لان المسؤوليه تكليف متشابه. يعني انا ما راح يعني راح اكون انسان مكتبي وارتال من السيارات وحمايات وبعد الناس عني. انا ما اقدر اعيش. انا كنت يعني قبل سابقا كنت موظف في يعني في بغداد. عندما خيرت في ديوان الرئاسه، العمل في ديوان الرئاسه وجامعه الموصل، اختاريت جامعه الموصل هذا 2005. حتى تكون قريب من طلابك. حتى تكون قريب، ما اقدر اعتاش اذا نص اهلي وناسي. طيب المرشحين اليوم يمتلكون نفس الرؤيه اللي تحملها جلاله؟ ما اعرف انا. هذه رؤيه سياسيه. هو الناخب هو راح يحدد، هو اللي يفرز. لان ما حد يعني في هذا الزمن ما حد يقول البني حامض. مو احنا تدري محتاجين بعد هذه المخاضعات والتعب اللي عاشته هنينا واهلها. صح. الله يعينهم. محتاجين الى رؤى ناضجه. صح. يعني مشاريع يعني ناضجه حتى ننهض بهاي المدينه كافي. اين يكمن النهوض؟ انت يعني عندما انا راح اذا فزت ان شاء الله راح احمل رساله واحمل امانه اني اكون واجهتهم كل المجالات، كالمجالات يعني الخدميه، المجالات الاجتماعيه، المجالات حتى الامنيه. مباشره المجلس المحافظه راح يكون من مجموعه من اطياف نينوى جميعا. انا يعني هدفي السامي اني ما راح اتقاطع مع الكل. ما اتقاطع مع الكل. قريب جدا يعني اي جهات اللي جاءت مندوبه عن ناخبيها هذا راح يكون زميل واخ لي وشريك لي في خدمه اهالي نينوى. طيب اللقاءات جنابك تلتقي خلال هذه الشهرين اللي مرت،
مع أهلك في ربيعة بالقرى وغير مكانات، في الموصل، عندك علاقات نعم. بالموصل، عندك نعم. علاقات مع طلابك، تريد توصل رسالة، تشوف هذه اللقاءات مهمة لجنابك كمرشح للناس، تأثر بالمناخ السياسي الاجتماعي لهذه العوائل، ممكن تستقطب أصواتهم من خلال هذه اللقاءات وبساطتك معهم. أنا دائما يعني من أروح للناس لأهلي ومحبيني نعم. يعني يقولون مثلا دكتور خالد أنت ما تحتاج تجي نعم. إحنا أنا أقول لهم لا، أتيت للمباركة نعم. يعني أنا أتبارك بأي مكان نعم. بأي بيت نعم. أذهب له نعم. لأي شخصية نعم. إن كانت داعمة نعم. لي أو حتى إذا كانت متحفظة نعم. يعني أتبارك بهذه الشخصية وأكون قريب وأعودهم أني سأستمر على نفس النهج نعم. ما راح أتغير يعني. مرة واحد من الأشخاص سألني قال دكتور خالد ما راح تتغير نعم. أنا ما جاوبته، جابه اللوح قال دكتور خالد لو يتغير كان صار مدير التصاريح تغير يعني تمام. وهذا من زملاء يعني. طيب ليش البعض من المحللين المراقبين اللي نقرأ لهم يقول يعني شنو ليش تعود مجالس المحافظات، يعتبروها حلقة زايدة، يقول لك محافظ موجود ونائبيه ومدراء دوائر هي تمشي الأمور ويعني يصير عمار وعمل أفضل من وجود مجلس يراقب ويشتغل ويعمل. طبعا مجالس المحافظات يعني سنة ضمن دستور العراق، كيان دستوري وضوابط والمجالس المحافظات يعني حالها كحال مجلس النواب لا. جهة رقابية جهة مجلس نواب مصغر نعم. مجلس نواب مصغر لا. المسؤول عندما يكون الرقيب عليه قريب لا يخرج عن إرادة يعني إرادة الشعب يعني الموجود في هذه المحافظة. طيب أبرز التحديات اللي تقراها جنابك راح تواجه مجلس المحافظة القادم ما هي، وكيف يعني يستطيع أن يفكك هذه المشاكل ويحل بعض؟ والله إحنا يعني إذا كان هناك تكاتفا في المجلس ثقيلة. إذا كان هناك تكاتفا في جميع الأطراف الفائزة في الانتخابات ويكون حب نينوى هدفهم وخدمة أهالي نينوى هدفهم ما راح تكون هناك معضلة ولا مشكلة. هناك ملفات عديدة كملف التعويضات، ملف البطالة في الموصل، ملف الواقع الصحي في الموصل، ملف تطوير الواقع الزراعي، تطوير الواقع الزراعي، هاي ملفات يعني كل شخص. مشروع ري جزيرة، مشروع ري جزيرة الشمالي والجنوبي، سد بادوش يعني هذا يكون ظهير لسد الموصل، ظهير الموصل نعم. الإسالة للمناطق نعم. يعني أكو قرى لحد الموصل، أكو قرى يعني أكو قرى المرة رحت على قرى اسمها المالحة نعم. يعني قرية نائية أهلها بسيطين جدا نعم. وأهلها كرام نعم. ولكن يفتقرون للخدمات عديدة نعم. كتبليط الشارع نعم. أو مدرسة، ما عندهم مدرسة ما عندهم نعم. المعلمين بس اسم معلمين نعم. بس اسم المنسبين لا لا ما يديرون نعم. مغلق المدرسة نعم. خابرت التربية بالمدرسة الفلانية قالوا نسبنا لهم معلمين نعم. اتصلت قبل كم يوم يعني لحد الآن المعلمين وأطفالهم يعني يبعدون 10 كيلوات عن القرية الأخرى نعم. وهذا اللي ما عنده سيارة فقراء صعب الناس فقراء ما عندهم سيارة عندهم يعني القرية كاملة 3-4 سيارات نعم. كل القرية على هي قرية على 3 سيارات نعم. طيب يعني هذه التحديات ممكن يستطيع المجلس القادم يحل جزء منها إذا كان مجلس متجانس متعاون متفاعل؟ طبعا لازم يحلها نعم. لأن هي الدولة ما تخلي قصر على المواطنين نعم. ولكن نعم. يعني الأمانة تقع على عاتق العضو اللي الناس انتخبوه نعم. ليش يقول لك الحقوق الراد الحلو؟ أكيد أنت لازم تأخذ حقهم نعم. إذا أنت تسوف حقهم وتتماطل أو تتباطأ أو تتكاسل راح الأربع سنوات تخلص أنت ما خدمت جمهورك. طيب هذا خلل. التنافس شوفوا شديد على ظفر بمقعد مجلس محافظة، كيف راح تحل هذه؟ أنا أدعو أن يكون التنافس سهل صعب. أنا أدعو أن تكون التنافس شريفا نعم. وبالطرق الديمقراطية نعم. والقانونية دستورية نعم. لا بشراء البطائق نعم. ولا بالضغط على الناس نعم. يعني هذا الرسالة لكل شخص يطمح بأن يكون عضوا. إذا نعم. أنت تطمح أن تكون عضوا هدفك إذا تريد تخدم خلي الجمهور هو اللي يستنتج. طيب ليش الناس تسعى إلى بيع البطاقات وليش المرشح بعض المرشحين عذرا يعني يحاول أنه يشتري حسب أنا مالوم الناس نعم. أنا مالوم الناس، الناس أكو متفاوت، أكو يعني شخص بحاجة الخمسين ألف حتى 50 ألف ترى مصرف مال وجبة نعم. وكرت موبايل نعم.
بس راح صوتك، راحت امانتك. اربع سنوات راحت. اي راح. هذا الشخص اللي دفع لك هذا فلوس، دفع ودفع لفلان فلان، هذا يريد ياخذ حقك. نعم. حقك ان كان مجال الصحي او التعليمي. زين انا اقدر اجي اطرق بابك، انت اعطيتني 50,000. ايه؟ اقول لك اخوي انا محتاج، اقول لك اشرح تقول لي. اي يعني ليش ما انطيت من قبل ما الانتخابات؟ نعم. اذا انت متمكن، ال 50,000 ليش ما انطيت؟ نعم. ليش ما ساعدته؟ ما تقدر تتحاسب معه لانه ايه ليش تفرض عليه؟ اخذت مقدمه تنتخبني حقك. او كذا. نعم. يعني اخذت حقك مقدمه. ها هو اللي يشترط عليهم واللي دفع لهم. نعم. يقول لك انا هذه اشتريتها بفلوسي. نعم. باشر لا تجيني على خدمه معينه، ما عندك كل شيء بعد. ما عندك كل شيء. نعم. ولا تفرض علي. نعم. واربع سنوات راحت عليك، اربع سنوات راحت عليك وعلى مستقبل اطفالك. حتى يعني انا دائما اقول اذا تدفع 50,000 راح 1.5 مليون، اذا تستلم 50 راح 1.5 مليون تدفع. نعم. راح تقول لي شلون؟ احسبها. احسبها. نعم. انت اذا بعت بطاقتك 50,000، بعد شهرين ثلاثه او صارت عندك حاله طارئه. نعم. عمليه. نعم. جراحيه. نعم. تروح للمستشفى، ما عندك مستشفى زين، ما عندك مستشفى. لا الاطباء مو موجودين. نعم. بالمستشفيات الاهليه. نعم. العلاج ما موجود. نعم. القاعة بعد شهرين. نعم. راح تضطر تروح للمستشفى الأهلي. نعم. بالمستشفى الأهلي حق العملية 1.5 مليون. خسرت المضاعف. التعليم. نعم. تروح المدارس ما مكتظة بالطلاب. نعم. الكتب ما حتى قرطاسية يشترون من برا. راح يضطر الأهالي للمدارس الأهلية. نعم. أو المعاهد وال... نعم. هذا اللي جاي يصير. طيب قبل ما أختم حواري مع جنابك، رسالتك إلى أهلك في محافظة نينوى، ماذا تريد أن توصل في هذه الدقائق؟ تفضل. رسالتي إلى أهلي في نينوى أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع كعرس انتخابي. نعم. وأن لا يضطروا إلى بيع بطايقهم، لأن صوتك أمانة، وصوتك يعني أمانة يعني في عنقك، ورسالة إلى الأجيال اللي بعدك. نعم. حافظ على صوتك واذهب إلى الانتخابات، وخلك يعني في اختيارك للشخص اللي أنت مقتنع بأن يكون نموذجا يطالب في حقوقك. نعم. الأستاذ الدكتور خالد علي الشمري، مرشح عن تحالف حسم الوطني لانتخابات مجلس محافظة نينوى، شكرا جزيلا. شكرا شكرا. أسأل الله لك التوفيق إن شاء الله في مسعى من أجل خدمة أهلك في نينوى. الله يسلمك. أنت وأخوانك المرشحين إن شاء الله. إن شاء الله. اللي بالتأكيد كل همهم هم يقدمون هذه الخدمة الكريمة لأهلهم في نينوى. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. شكرا شكرا استاذ عبد الناصر. نلتقيك على خير. شرفنا بكادر الطيب. اشكرهم على شكرا جزيلا. شكرا. الله يسلمك. مشاهدة الكرام، حتى التقيكم في حلقة مقبلة من برنامج الطريق والمجلس، تقبلوا تحياتي وتحيا زملائي في كادر العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.